تعيش بقى معايا الموقف ده. الرسول عليه الصلاة والسلام عاد ليقف مع البشرية في أرض المحشر، وتبدأ ملائكة الله جل وعلا في التنزل لتحيط بالخلائق صفوفا صفوفا من كل جانب، ثم يتنزل حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يتنزل حملة العرش كما في حديث الصور الذي خرجت آنفة، وهم يسبحون الملك ويقولون سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من كتب الموت على الخلائق وهو الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس قدوس رب الملائكة والروح. فيقول أهل الأرض للملائكة أفيكم ربنا؟ فيقولون لا، كلا، وهو آت، وهو آت إتيانا يليق بكماله وجلاله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. لا تعطل صفة المجيء، ولا تشبه، ولا تمثل، ولا تجسم، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يتنزل الملك تنزلا يليق بجلاله، تنزلا يليق بكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. جل عن الشبيه، جل عن النظير، جل عن المثيل. لا كفؤ له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له. قل هو الله أحد، أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، أحد في كل شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يتنزل الملك جل جلاله وينصب العرش والكرسي حيث شاء وأراد ربنا تبارك وتعالى، ثم يهتف وينادي الحق ويقول جل جلاله أيها الناس، أيها الناس، لقد أنصت إليكم كثيرا منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع صوتكم وأرى أعمالكم، أسمع صوتكم وأرى أعمالكم، فأنصت اليوم إلي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال جل جلاله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة. والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة
ورب العرش غضبان اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل التوحيد والإيمان. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين. وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هل تدرون أيها الأفاضل من هو أول من ينادي عليه ربنا جل وعلا في هذا اليوم الرهيب؟ إنه آدم، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، يقول الله عز وجل يا آدم، ينادي في هذا اليوم يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك والخير بين يديك، فيقول الملك أخرج بعث النار من ذريتك. يا رب سلم، أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول آدم يا رب وما بعث النار، يا رب وما بعث النار. فيقول الله جل جلاله من كل 1999. قال المصطفى وعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شق ذلك على أصحاب النبي وهو يروي الرواية، قالوا وأينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ قال أبشروا أبشروا، فمن يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبر الصحابة، فقال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبر الصحابة، فقال إني لأرجو أن تكونوا شطر أي نصف أهل الجنة، فما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ثم ينادى على نوح كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أيضا أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة في هذا اليوم يا نوح، فيقول لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك، فيقول الله عز وجل له هل بلغت قومك؟ وهو أعلم سبحانه، فيقول نعم يا رب، فيدعى قومه فيقول الله عز وجل لقوم نوح هل بلغكم نوح؟ فيقولون لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، ما شفناش نوح أبدا. ده 950 سنة دعوة، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك كلهم شفناهوش. ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. يا الله، موقف عصيب. فيقول ربنا لنبي الله نوح من يشهد لك يا نوح؟ فيقول نوح محمد وأمته. الله، يشهد لي محمد وأمته. قال الحبيب فتدعون، تدعى الأمة
الميمونة المرحومة المكرمة